أهلا وسهلا بيكم أعزائنا المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامجكم تأملات إنسانية. الحلقة النهاردة هتبقى حلقة ساخنة جدا في هذا الجو البارد. واسمحوا لي قبل أي حاجة أرحب بضيفنا، هو عمرو محاسب عصام النمر في مسلسل الأسطورة، هو محسن من رجال الإخوان في مسلسل سلسال الدم، هو محاسب المعلم خلف في مسلسل ولد الغلابة، وأيضا كان ليه دور مع الفنان محمد صبحي في مسرحية ضايع حقي. هو مع ضيفنا النهاردة هو الفنان الشاب الفنان عمرو أسامة، اسمحوا لي أرحب بيه ترحيب خاص. أهلا بحضرتك طبعا. وهو أيضا مدرب تنمية بشرية وله باع في هذا المجال، وإن شاء الله هتبقى حلقة قيمة جدا بوجود حضرتك معنا. تسلم فنان ذوق حضرتك. تسلم. أيوة، اسمحوا لي ده أرحب بزميلاتي نبيلة صبحي ونور أسامة، وان شاء الله ان شاء الله تبقى حلقه موفقه. احنا النهارده هنتكلم في موضوع عنوانه البلد ما فيهاش شغل. احنا مش جايين عشان نقول البلد ما فيهاش شغل، لا خالص، احنا جايين عشان نحارب الناس اللي بتقول البلد ما فيهاش شغل. يا جماعه، في ناس وفي نماذج سواء على المستوى المحلي او على المستوى العالمي بداوا بدايات بسيطه جدا 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 ووصلوا لنجاحات عظيمه. نماذج زي دي، زي الخواجة كنتاكي، الراجل اللي كان عنده وبدأ نجاحه وهو عنده حاجة وستين سنة ولا حاجة، وكان عامل مطعم في بنزينة وحوله الرانوي أو الطريق السريع من على البنزينة دي، بعد ما الناس كانت بتقف تاخد القهوة بتاعتها أو تتغدى عنده أو تاكل لقمة ولا حاجة، فما بقاش يجيله زباين خالص، فكان هينتحر ساعتها وقفل المطعم بتاعه خالص. وبدأ اخترع الخلطة السرية اللي هي عمل بيها كنتاكي فرايد تشيكن بعد كده، أو مطاعم كنتاكي للدجاج المقلي، ومسك الخلطة بتاعته دي وقعد يلف بيها سنتين بالكامل في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وما تعاقدش غير مع 5 محلات فقط لا غير. ورغم ذلك بقى مطعمه مطعم من أشهر المطاعم على مستوى العالم، لا وبقى ليه آلاف الفروع كمان. عندنا كمان هنا في مصر نموذج محلي، الحاج محمود العربي صاحب شركات توشيبا العربي، الراجل اللي بدأ بداية بسيطة جدا، الراجل اللي يعني مستوى التعليمي متواضع، ورغم ذلك هو نجم 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 بمعنى كلمة نجم من نجوم البيزنس في مصر. فإحنا جايين النهاردة عشان نقول لا يا جماعة، البلد فيها شغل، البلد فيها خير، بلدنا عمرانة بالخير، بس اللي يسعى احنا عايزين نسعى. عندنا نموذج زي بيل جيتس، بيل جيتس برضو اللي ما حصلش على مؤهل جامعي واللي يعني بقى رجل من اغنى رجال العالم، وظل الفترة طويلة جدا ظل الفترة طويلة جدا رجل من اغنى رجال العالم. عندنا برضو امانسيو اورتيجا صاحب محلات زارا اللي كان عامل تصميمات بسيطة جدا جدا جدا، ومع الوقت بقى التصميمات بتاعته بقت تتهافت عليها الماركات العالمية. اسمحوا لنا دلوقتي، احنا النهاردة بقى نسيت ننزل بالفيديوهات لو سمحتوا. احنا النهاردة زميلتنا وسام باري مش موجودة لانها مش متواجدة. ننزل بالفيديوهات لو سمحتوا، الفيديوهات الاولانية. احنا نزلنا مع زميلتنا وسام باري لأنها مش موجودة في جمهورية مصر العربية دلوقتي، هي خارج البلاد في زيارة عائلية. فنزلنا معاها من يومين كده لشوارع القاهرة، ونزلنا صورنا في حي من الأحياء الشعبية البسيطة. لو انتوا شايفين معانا على الشاشة، ده ولد صغير عنده حوالي 15 سنة، الشيف أحمد اللي احنا أطلقنا عليه أصغر شيف حلواني في مصر كلها. ولد بسيط جدا بيتابع دراسته، بينزل برضو في الأجازة أو في الدراسة وينزل يتابع دراسته، شغال وشغال مع أولاد عمه مجموعة من الشباب البسيط جدا اللي بدأوا في شقة كده، بدأوا يعملوا حلويات ويوزعوها، وواحدة واحدة ربنا كرمهم وبدأوا يتوسعوا في النشاط بتاعهم، وبدأت الناس تسعى ليهم وتسعى ان هي تتواصل معاهم وتشتري حاجتهم. وهو حتى يعني مبسوط قوي، وخلال التقرير هتشوفوا لما زميلتنا وسام باري نزلت صورت التقرير ده وهي شكلها عميلة دائما عند المحل ده مذاق الملكة. وانا كنت يعني في ناس بتقول لي إيه انت بتعمل له اعلان؟ طب احنا والله العظيم والله العظيم حتى الراجل عزم علينا انه يدينا صينية كنافة واحنا ماشيين، ما رضيناش. احنا رايحين عشان ندعم نموذج ناجح، مجموعة من الشباب بدأوا
الشغل بتاعهم بداية بسيطة، ورغم ذلك حققوا نجاح وبقوا محل كبير وبقى عندهم عملاء وزباين من صفوة المجتمع. وحتى الراجل بيقول لي ايه، بيقول لي يا استاذ محمد انا ببيع الكيلو ب 40 جنيه، بس بيجي لي والله العظيم بشاوات ولواءات ومحامين، وراجل فرحان بنجاحه. فاحنا اذا كان البلد ما فيهاش شغل، لا احنا جايبين لكم النهارده نموذج ناجح. وزميلتنا وسام باري نزلت صورت معاهم، وزميلتنا نبيله اعتقد كانت عايزه تتكلم عن المشروعات الصغيره والكلام ده. اتفضلي نبيله. مساء الخير اعزائي المشاهدين. طبعا احنا بنتكلم عن البطاله. ناس كتير للاسف، شباب كتير قاعد على القهاوي وقاعد في بيته مستني الوظيفه، فاحنا بنشجعهم ان في طبعا، او الدوله دلوقتي عامله جهاز اسمه تنميه المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، بتشجعهم ان هم ممكن ياخدوا قروض بسيطه ان هم يبداوا مشروعهم. وفي ناس لو هي نفسها ما معهاش مشروع اداره مشروع، او ما معهاش دراسه جدوى، بتخليهم ان هم يعملوا دراسه جدوى بتوريها لهم، وبياخدوا تدريب، مده تدريب على ما اعتقد 5 ايام مجانا، بيعرفوهم كذا مشروع ان هم بيختاروا منهم، بعد كده ان هم بيمولوا لهم المشروع. التمويل على فكرة بقى سهل جدا، مش زي القروض الأول كانوا بيطلبوا حاجات كتير قوي، سجل تجاري وبطاقة ضريبية وكده. لا، ده ممكن ما يطلبش منك حاجة بصور البطاقة، اللي هي قروض بتبتدي من 1000 ل 25000، ديت اللي هي المنتهيات الصغر. وفي قروض طبعا صغيرة من 10000 ل 5 مليون. في ناس كتير الحمد لله بدأت تاخدها، وانا اعرفهم شخصيا، بدأوا من هي الالف الخمسة وعشرين، بدأوا يجيبوا مكان اللي هم تبع الحرف اليدوية، بدأوا يجيبوا مكان ويشتغلوا بيه. وفي ناس دخلت دلوقتي المعارض، لانهم هم بيسوقوا لهم كمان بعض الشغل بتاعهم تبع المعارض، سواء معرض زي معرض تراثنا اللي كان في شهر 11، او معرض ديارنا اللي مقيم دلوقتي حاليا في ارض المعارض. وبيعملوا لهم كمان الناس اللي هي واخده قروض كبيره شويه، بيعملوا لهم مناقصات. فاحنا بنشجع الشباب ان انت، والقياده السياسيه في البلد كمان مهتمه جدا بمشروعات الشباب والمشروعات الصغيره. بالظبط، ما هو جهاز يعني تنميه المشروعات بشكل كتير، والريس السنه دي بقى له يعني داخل يعني في سنه دلوقتي، مهتم جدا قوي قوي بالمشروعات الصغيره والحرف اليدويه اكتر كمان. في كمان في شارع البحر كان في شباب كانوا بيعرضوا فيه عربيات صغيره يعني للمأكولات الجاهزه وكده، كان دايما البلديه بتنزل لهم علشان طبعا العربيات مخالفه، فبناء على كده هم عايزين يفضلوا موجودين في الشارع، فحبوا ان هم يتواجدوا بشكل قانوني، فقدموا طلب للمحافظه وللحي، وبالفعل هم وافقوا وخلوهم ان هم يدفعوا مقابل مادي شهري من 1200 ل 1400، وهم موجودين بالعربيات. وفي حاجات مختلفه جدا يعني، في اكل جاهز، في لوح خشبيه، في كذا حاجه. ومن الحاجات اللي لفتت نظري قوي كمان ان في منهم بنات موجودين وخريجين جامعه، يعني جامعه اعلام، كليه اعلام سوري، وفي ولاد خريجين هندسه، في كذا كذا جامعات خريجين يعني من الجامعات القمه موجودين بيشتغلوا. فهم دوروا، نزلوا عشان يدوروا ويشتغلوا، مش ان هم يلجأوا ان هم يقعدوا في البيت، او ان هم ينزلوا يقعدوا على القهاوي ويقولوا ما عندناش فرص ان احنا نشتغل. لا، احنا نسعى علشان نشتغل وبعدين نوصل للحاجه من اللي احنا بنشتغله دلوقتي، نوصل اللي احنا عايزينه. وبرده حابه ان انا اسال عمرو بمناسبه الموضوعات دي، رايك ايه في البنات وفي الشغل بصفه عامه، العربيات الصغيره؟ الناس دلوقتي بتلجأ للحاجات دي ومتواجدين بشكل كبير، بس في طبعا غلاسه، الناس بتغلس يقولوا الشغل البنات ليها شغل مرمطه والحاجات دي، رايك ايه؟ طبعا هو انا من ناحيه ان البنت تنزل تشتغل، طبعا دي حاجه كويسه جدا. لازم يتفتح لهم برضو المشاريع الخاصه تتنفذ بشكل قوي جدا. لكن الاعتراض او الحاجات اللي بتحصل مواجهتها للشارع عموما، يعني تقريبا دي بتبقى شامله اكتر ثقافه المجتمع او البيئه اللي هي اللي حواليه. فطبعا عشان خاطر ان المجتمع يواكب ده، او ان هي تواكب المجتمع في السلبيه دي، طبعا لازم في جزئيه نحطها في دماغنا او نبقى بنفكر فيها دايما. عشان تغير من حياتك لازم تغير من طريقه تفكيرك، عشان دايما ان انا اقدر اخش وواكب بنت واقفه في شارع، او ان انا مثلا دلوقتي بتبيع منتج معين مطلوب لناس كتير. يعني في، انا شفت ناس كتير على فكره، وفي المقطم في ناس، وفي ناس في مصر الجديده، ده انا شفتها بعيني. انا حتى كمان عندي مجموعه شباب موجوده عندي في منطقتي انا، يعني انا دعمتهم ونزلت اتصورت معاهم. في ناس في المعادي كمان برضو انا شفتها. بالظبط، بقت الطريقه الاسهل والاسرع دلوقتي، لان يعتبر مشروع صغير
لشباب نفسه يعمل حاجه بالزبط. ودايما بحط عايزه بقى اسالك سؤال بما انك بقى شاب بقى كده وبعدين مدرب تنميه بشريه ايه اللي خلاك دخلت مجال التمثيل وايه الخطط المستقبليه بقى وطموحاتك في المجال هو انا لما دخلت في مجال التمثيل هو كان طموح طبعا طموح اي طفل صغير ان هو يبقى نفسه يكون مشهور معروف في يوم من الايام طبعا يعني كان نفسي ان ابقى واقف مع محمد صبحي طبعا فنان القدير طبعا في يوم من الايام لما كنت اتفرج عليه في مصر يعني مسلسل ونيس فما تخيلتش في يوم من الايام ان انا هبقى واقف معاه في مسرح يعني او ان انا اعمل معاه مسرحيه زي اللي هي مسرحيه ضيع حقي فبالنسبه لي دي كانت حاجه كبيره جدا بس خطوه حلوه قوي طبعا, طبعًا مع الفنان طبعا ده انا بالنسبه لي تحيه للفنان ونجم محمد صبحي طبعا بكلمه طبعا بالعرفان بالجميل الفرصه طبعا اللي اتاحها لي الحاجة الثانية لأن أنا لما دخلت المجال كان تجربة في بداية حياتي في مسلسل سلسلة دم في الجزء الثالث فأنا يمكن حبيت المجال أكتر بعد طبعا معوقات قابلتها فترة كتير جدا طبعا المعوقات اللي بتقابل أي حد في حلمه أو حياته رفض أو واسطة أو الكلام اللي احنا بنسمعه طبعا فلما كسرت الحمد لله ده ودخلت في المجال حبيت الموضوع أكتر فلما نقلت من التنميه البشريه دخلت في مجال الفن عموما او التمثيل ودخلت في الاسطوره وحققت نجاح حاولت ان انا اغير فكره التنميه البشريه وفكره التمثيل ان اعملهم دمج مع بعض ان اعمل مشروع جديد وده المشروع ان شاء الله هنتكلم عنه قريب جدا ان شاء الله هتسمع عنه طبعا يعني واحنا بقى نكون اول ناس بقى ان شاء الله تنعلن عن الموضوع أكيد طبعا ده اكيد طبعا لان هو الموضوع اصلا كمان بيخدم الشباب بيفتح فرص عمل كبيره جدا ان بيغير نطاق ان انا ما بقاش الموضوع مجرد نظري او اسمع كلام فقط لا ده انا كمان مش بس ده انا بجسد الفكره او المعلومه التنمويه اللي عايز اوصلها للناس بشكل فني اصبح ان رساله الفن طبعا معروف ان زمان ان الفن رساله فلازم نرجع لهذا المضمون ان احنا نوصل الحاجات اللي هي الثقافيه او التنمويه توصل للمجتمع او توصل للناس بشكل فني راقي يليق بالمجتمع المصري كله نطلع بالتقرير بتاع زميلتنا وسام باري هو جاهز دلوقتي خليكم معانا النهاردة احنا معاكم من احد الاماكن الشعبية وبنصور مع الشيف احمد محمد الشيف احمد محمد محقق نجاح ومكسر الدنيا هنا ما شاء الله في المكان اللي هو فيه بتجيله الناس من كل الدنيا مش كده يا شيف اهلا وسهلا بحضرتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رضا ونعمة من عند ربنا طبعا عشان الحاجة طازة وسخنة لازم الزبون يجي لك والحمد لله فضل ونعمة من عند ربنا الواحد بدأ من الصفر يعني وطالما الناس العاليه والطبقه الوسطى والطبقه العاليه بيدول حاجه وبيعرفوها صح بيجي عليها معلش انا بتعامل مع لواءات ومع مستشارين ومع محاميين ومع ناس تقيله برده وبود برده ديليفري معلش هو لو ما شايف ان الحاجه كويسه وفريش وبرده واخده حقها زي المحلات العاليه لو ما هو بيجي لي مره واثنين وثلاثه اللي بينقص المحل بتاعكم ان هو يوصل للعالميه بقى زي المحلات الكبيره قوي والله الحمد لله اولا هو رزق من عند ربنا الحمد لله ده ثانيا الواحد بيبدا سنه سنه طبعا ما فيش واحد بيطلع السلم مره واحده لازم بيطلع درجه درجه طبعا ويشهر نفسه بس عشان يوصل للمجد لازم بالصدق والعدل طبعا طيب. ده حاجه اكيدة البدايه والله البدايه احنا كنا شغالين في البيت عندنا مخزن مثلا في البيت بنعمل اطباق حلويات وبنوزعها على الدكاكين والحمد لله ربنا سهلها معانا ووقفنا على رجلينا وهو عملنا محل زي ما انت شايفه وعملنا الحمد لله الحاجه برضو اللي تناسب الناس ولا سعرها عالي ولا سعرها واطي وبرضو الحمد لله فضله برضو ونعمه من عند ربنا الواحد بدأ صح بيعمل الحاجه الصح عشان الزبون يجي له مره واثنين وثلاثه ايه اخبار السمنه البلدي في الشغل والله الحمد لله احنا ناس صعيده وعندنا بهايم وعندنا ارض بنجيب برضو سمنه بلدي من البلد ومتعامل مع برضو مع الاستاذ احمد مندوب الحلوب برضو بيجيب لي سمنه حلوب والحمد لله انا بشتغل برضو بخامه كويسه وخامه نظيفه اي نعم هي الحاجه بتطلع طبعا على المحل صغير وعلى قد بس بيجذب الزبون في ايه بقى ان الحاجه بتطلع سخنه وبتطلع فريش وبتطلع ليها طعم ما بقصرش في الطعم مش عشان الكيلو ب 40 جنيه ايوه بدها حقها ده لازم عشان الزبون ما كانش جاي لي مره واثنين وثلاثه معلش انا مش في شارع رئيسي ولا في ميدان ولا في حاجه ده انا في شارع جانبي
شارع الوفاء الوفاء والامل من فيصل للهرم، يعني في شارع جانبي، يعني مش على شارع عموما ولا حاجه ولا على ميدان. والحمد لله ليا زبوني بيجي لي من اكتوبر، بيجي لي من حدائق الاهرام، حضرتك طبعا من حدائق الاهرام، بيجي لي من شارع العريش، معلش متعامل مع لواءات ومع مهندسين ومع محاميين، من اكبر الناس برضه والناس المحترمه والناس العاليه. لا ليه؟ لانه جربوا الحاجه بتاعتي مره واثنين وثلاثه واعجبوا بيها، معلش كان بيجيبوا من محلات عاليه، بس الحمد لله بفضل ربنا برضه عرفت اجيب الزبون العالي ازاي. والزبون معلش برضه الشعبي اللي على قده برضه بيجي ياخد ومبسوط، ليه؟ بياكل الحاجه وبيستطعمها، والحمد لله ده فضل ونعمه من عند ربنا. عايزين نتكلم عن التيم وورك اللي انتوا عملتوه مع بعض، عشان دي قصه كفاح. احنا دلوقتي بنحارب البطاله وبنقول للناس كلها اشتغلوا وسعوا. الشيف احمد قصته جذبتني جدا مع اولاد عمه من سن صغير، بداوا يشتغلوا ويجتهدوا ويعملوا حاجه كويسه، نفسهم يوصلوا ويعملوا حاجه كبيره، ويمكن ان شاء الله في المستقبل يبقى عندهم مصنع كبير وطموحهم ان شاء الله يتحقق وكل حاجه. انا جذبني كمان الشيف الصغير احمد حسن. عندك كم سنه يا شيف احمد حسن يا صغير؟ عندي 15 سنه. لا انت قلت لي 14. والله 15. لا لسه ما تمتهمش. طيب انت اتعلمت من كم سنه يا شيف؟ انا يعني اول ما اشتغلت انا عندي 11 سنه، اشتغلت في البلد مع ابن عمي ماشي، وبعد كده جينا هنا مصر واشتغلنا. وزي ما انت ما شايف بيتابع دراسته وبيجي برضه في وقت الاجازه بيقف معانا بيتعلم، بدا برضه معانا من اول ما بدانا في البلد. وولاد عمي طبعا انا اتعلمت في حلواني اسمه حلواني لبنان، طبعا ده مشهور جدا، عنده حوالي بتاع 6 فروع او 7 فروع، والحمد لله وقفت على رجليا. وطبعا انا ما عنديش يعني برضه بيقول لك الاقربون الاولى، عندي ولاد عمي وعندي اخواتي ودول ولاد عمي، مين اللي هيسندني؟ لازم انا علمتهم برضه وقفوا جنبيا، مره تطلع حلوه مره تطلع وحشه، بس الاداره والشغل في الاول وفي الاخر ليا طبعا، عشان انا اللي فيهم يعني اللي متعلم. بس الحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا، كلهم في المدارس في دبلونات التعليم على قد، بس الحمد لله ثقه في الله نجاح، يعني معنى كلمه عندنا ثقه في الله. والزبون بنكلمه بصي بكل جراءه، ليه؟ لان احنا واثقين من الحاجه، حاجه بيجي ياكلها معلش لو بيشكي من حاجه بيجي يقول لنا. طبعا في منيوهات كتب عليها طبعا للشكاوي، ده رقمي طبعا، لو في زبون بتوصل له حاجه تعبانه ولا كده بيرن عليا على طول. بس الحمد لله ففي زبون بيجي ياخد من المكان حاجه الا ويشكر فيها مره واثنين وثلاثه. ما كنتش اتعاملت مع الناس في شارع جانبي زي كده، في الشارع عمومي، والحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا ان انا عملت مكاني، والحمد لله بايديا، ولا حد ساعدني برده بمساعده برده ولاد عمي واخواتي الحمد لله. قول لي بقى يا شيف يا صغير، اول مره قلبت صينيه كنافه ايه اللي حصل؟ اول مره قلبت صينيه كنافه اتلسحت طبعا. وبعدين عملت ايه؟ وبعدين كملت. كنت مش هشتغل تاني ولا؟ لا كملت وتعلمت. حابب الشغلانه؟ ايوه حبيبها. ايه اللي بيميز هنا الشغل؟ انا شايفه في كنافه على الفحم وفي كنافه بالجبنه. ايوه وفي كل حاجه. بتعمل ايه بقى؟ كنافه سخنه وبتجيب الزبون من اي حته وحلوه يعني. النهارده معانا مدام فيفي احد زبائن المحل. احنا بنسالك يا مدام فيفي ايه اللي بيجذبك ان انت تيجي هنا وتشتري من المحل؟ النظافه والاسعار متناول الناس كلها، والمعامله الحلوه وحاجتهم ممتازه جدا. البيع الشاطر من وجهه نظرك، سواء بقى في الحلويات اللي احنا شايفينه الجميل ده او في اي مكان، ايه يعني اللي شايفاه ممكن لازم يعمله؟ قبل كده مضايقات من البائعين وكده؟ لا من عندهم هنا لا، والمعامله مع يعني الناس كويسين ممتازين، وحلويات يعني الحلويات بتاعتهم جميله وممتازه. شايفه ان الكواليتي عاليه؟ الاسعار الكواليتي الجوده عاليه. لا عاليه وحلوه. بالرغم ان مفيش مكسرات ولا حاجه، بس هي عاليه. عاليه حلوه وجميله. واللي بنى مصر كان في الاصل ايه؟ حلواني. حلوه. الله حلواني فعلا. اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني. دعوه لشبابنا الصاعد الواعد اللي قاعد في البيت ما بيعملش اي حاجه خالص، عايزين نقول له فكر، شوف انت ممكن تلاقي نفسك في ايه، وان شاء الله كده هتلاقي نفسك في حاجه. بلاش تقعد ساعه ولا دقيقه من غير ما تفكر تبقى ايه. لازم يبقى عندك طموح، لازم احنا عايزين نعمل دعوه للعمل، لازم تكون انت هو انت. فكر انت عاوز ايه، وبجد كفايه كسل وكفايه بطاله. عايزين نحارب كل حاجه ممكن تقف في طريقنا او في طريق تقدمنا. عايزين ننهض ببلدنا وبنفسنا باسرتنا بكل حاجه حوالينا، ونبقى احسن ناس في الدنيا. Thank you.
رجعنا لكم تاني بعد تقرير زميلتنا وسام باري، وعايزين بقى نسال النجم الصاعد بقى عمرو اسامه، ايه خططك المستقبليه بقى ان شاء الله يعني، واهم مشاريعك الفنيه القادمه؟ هو دلوقتي لحد الان لسه ما فيش حاجه دلوقتي مطروحه لسه، يعني في موضوع بس مسلسل يعني لسه ما تمش الاجراء عليه، ان شاء الله ربنا يكرم فيه طبعا. اما بقى موضوع الاعمال الفنيه اللي انا بعملها خارج نطاق المسلسلات او الدراما عموما، هو المشروع اللي انا دلوقتي بجهز له بحضر له، بحيث ان يبقى المشروع على نطاق جمهوريه مصر العربيه، ومش بس كده ان يبقى كمان دولي. ادينا ملامح سريعه للمشروع ده كده طمعانين شويه. هو الفكره كلها دلوقتي ان انا بستغل طاقة الشباب اللي موجودة داخل الجامعة، من ان انا هم اوعيهم ويبقى عندهم ثقافة، ومش بس كده اخد التنمية الفنية بتاعتهم، لان طبعا كل واحد بيبقى عنده موهبة او القدرات الداخلية اللي جواه من ناحية المواهب اللي يقدر يطلعها يعني، فبحاول انميها بقدر الامكان ان احنا يبقى عندنا ده ينتج بمقابل مادي، وليس ان هو يبقى مجرد بيعمل ده مجرد موهبه فقط. أيوة. هو حريص عشان بس مش عايز يقول على دي حقيقة. وبرده بالكلام على ان انت عايز ان انت توجه المهارات وكده، في برده اتفاقيه، في برنامج معمول ما بين وزاره الشباب والرياضه وما بين اليونيسف اسمه مشواري. البرنامج ده برنامج ممتاز الحقيقه، هو لغايه دلوقتي يعني عدى بثلاث مراحل وزار محافظات كتير، منها المنيا، الغربيه، الجيزه، حاجات كتير قوي. هو المفروض ان هو بيتكلم عن ان هم عايزين يخلوا فيه من 13 ل 17 ومن 17 ل 24، عاملين البرنامج على مرحلتين. البرنامج ده المفروض ان هو يعني عايزين من خلاله ان يخلي فيه رواد شباب يعملوا مشاريع مستقبليه من غير ما يحتاجوا ان هم يشتغلوا عند حد، لا يعملوا مشاريع بنفسهم زي المشاريع اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي في شارع مصر. برضو عايزين يخلوا فيه ان هو يقدر يعمل السيره الذاتيه بنفسه، ان هو يبقى عنده ان هو يتعامل بتيم وورك بالظبط كده بالظبط كده. طب هل منظمات المجتمع المدني المفروض يكون ليها دور مع الدوله، ولا احنا هنسيب موضوع توفير وفرص العمل ده؟ لا طبعا المنظمات كلها لازم تبقى متحده لده، لان الفكره دلوقتي مش فكره فرد او مجموعه، انت بتتكلم النهارده في فكره مجتمع كامل، لازم يتم الاتحاد في رؤيه واحده، ودي توجيهات السيد رئيس الجمهوريه طبعا دلوقتي حاليا، ان احنا لازم يبقى في توعيه. اي شاب مننا بيبقى عنده اخطاء، اي شاب مننا بيبقى محتاج التوعيه، او اللي هو يبدا يتوجه صح، محتاج الاساليب اللي هو يحطها، القاعده الاساسيه اللي يبدا يتبعها لتحول تحقيق الحلم او الهدف اللي هو عايز يوصله. الانسان بدون حلم بدون حياه، دي معروفه. هل البلد ما فيهاش شغل؟ هل البلد ما فيهاش شغل؟ ده كان موضوع حلقتنا النهارده في بيت العيله. ليه بنتكلم في بيت العيله عن كده؟ لان بعض الاسر بتساعد اولادهم على الانهزاميه، او بتدعم الحته دي فيهم وتقول لهم البلد ما فيهاش شغل، ويقعدوا يدوروا لهم. لا، انت لازم تعلم ابنك ازاي يسعى وازاي يدور على شغل. انا شايف في المرحله الجامعيه مرحله مناسبه جدا كمرحله عمريه انه يبدا يسعى فيها ويدور على فرصه عمل، يشوف حتى لو شغلانه بسيطه في الصيف، مش الغرض منها ان هو يكتسب الرزق، لا، بقدر من هو ياخد خبره ويبدا يعني يحتك بالمجتمع وياخد خبرات كافيه. كنت سعيد جدا بوجودي معاكم النهارده، بشكر الفنان عمرو اسامه على تشريفه لينا النهارده في برنامج تمويلات الانسانيه بيت العيله، بشكر زميلاتي على وجودهم معانا، وان شاء الله انتظرونا في حلقه قادمه من تمويلات انسانيه بيت العيله.